اليوم كان لي الشرف باش نحضر في ورشة من بين أهم الورشات، حيث اليوم كان موضوع الورشة يعني جوج ديال المواضيع أساسية. الموضوع الأول وهي الرؤية الملكية، الرؤية الأطلسية اللي يعني اعتها سيدنا الله ينصره الانطلاقة، رؤية متبصرة، رؤية قوية. الهدف الأساسي ديالها اللي هو يعني التعزيز التبادل الثنائي والمتعدد الأطراف، لا من الجانب جنوب جنوب، وكذلك التعاون مع القارتين أمام يعني البلاد ديالنا اللي هما الأمريكتين الشمالية و يعني أمريكا الجنوبية. إذن رؤية قوية ورؤية متبصرة كما قلت، للأبعاد ديالها يعني غادي تتجلى في واحد العدد ديال المجالات، ولا سيما في الجانب البيئي والجانب الطاقي والجانب كذلك الاقتصادي في مجال يعني الاقتصاد الأزرق، وبالتالي يعني الآفاق قوية، يعني المشاريع قوية ينتظرنا، يعني واحد تنتظر زعما واحد يعني الرهان قوي، وهذا الرهان هذا ما غادي نقدروا يعني ننجحوه لا على الصعيد الترابي ولا على الصعيد الوطني الا نجحنا يعني الذكاء الجماعي ديالنا والذكاء الترابي ديالنا. فيما يخص تنظيم يعني موضوع تنظيم كأس العالم 2030، فكذلك مشروع كبير، ورش كبير يعني سيغير لا ما فتئه يعني الواجهه ديال المغرب ديالنا، وغادي يعني يعزز المكانه ديال المغرب ديالنا يعني على جميع الاصعده، ولا سيما في المجال الجيوسياسي وكذلك في المجال الرياضي وكذلك في المجال السياحي. المغرب غادي ياكد المكانه ديالو من خلال التنظيم ديال هذا المونديال هذه. يعني عدد ديال القطاعات غادي يكونوا ان شاء الله معنيين، غادي نهضروا كذلك على الفندقه اللي غادي تطور، غادي نهضروا كذلك على اللوجيستيك اللي غادي العدد ديال البنيات التحتيه في المغرب اللي غادي تطور كذلك، غادي يكونوا فرص الشغل كذلك من خلال هاد المشاريع كلها. اذا فعل الخير ان شاء الله، هذا الشيء كل شيء بفضل الرؤيه المتبصره ديال سيدنا الله ينشره عاش الملك. نحن اليوم في اطار هذه الجامعه الشباب الاحرار، في الحقيقه هي جامعه يعني تجمع اكبر قوه شبابيه سياسيه في المغرب. النقاش في الورشات كان نقاش حق جاد، لانه شبيبه الكفاءات، شبيبه ديال التجمع الوطني الاحرار، شبيبه اللي تتناقش المواضيع وتترافع القضايا ديال المواطن، وتترافع كذلك على القضايا ديال السكينه ديالها وديال الشبيبه. وبالتالي تنظن بانه النقاش الاخير الورشه كان هو منطلق مباشره حول يعني الافاق ديال المونديال 2030، ويعني والمقترحات والبرامج اللي هي مواكبه لهذه الاستضافه اللي اعلن عليها سيدنا الله ينصرو، واللي كانت مبادره ملكيه ساميه، واللي اشتغلت عليها جميع القوى اللي مكلفه بتنظيم كأس العالم باش نصادفوا مع البرتغال واسبانيا. هذه اللي تكون في حقها رافعه للتنميه، لانه مونديال 2030 يكون رافعه للتنميه، يكون رافعه لخلق مناصب شغل يعني مباشره وغير مباشره لمده 5 سنين، وتكون كذلك تخلق مناصب شغل اللي هي قاره من بعد 2030. لانه هناك من تنتكلموا على كره القدم و2030، تنتكلموا على جميع يعني المكونات، من بنيه تحتيه، من مطارات، من سكك حديديه، من تي جي في، من 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 يعني النقل منذ طرود. تنظن بانه البنيه الاساسيه والتحتيه ضروريه لانجاح ان شاء الله 2030، وسوف نكون ان شاء الله في الموعد في 2030 ضمن كاس العالم.